المرة اللي فاتت ظبطنا. طيب بس في بقى نقطة مبدئيا قبل أي حاجة، أنا هعمل كنترول شيفت سي، وكالعادة دي هنسميها شوك ويف، يمكن دي هسميها ثيك على أساس إنها تخينة شوية في الأول، وهقول له موف أول أتريبيوتس. طبعا اللي حصل بقى دلوقتي، إحنا كنا عاملين اللاير لوحدها آد، تمام؟ لما جينا عملنا كنترول شيفت سي بقت بري كومبوز، فالبري كومبوز المود بتاعها نورمال، فرجعت زي ما كانت تاني. دبل كليك كده هتلاقي دي لسه محتفظه بالاديتيف ترانسفير مود، اما هنا فلما قلبنا كنترول شيفت سي اتقلب المود لنورمال. ممكن احنا نعمل كده ونقلبها تاني كسكرين، بس في نقطه، افرض ان كان هنا مثلا، يعني انا عملت هعمل مثلا كنترول دي لللاير دي، وهعمل شيفت، شيفت ده يعني اللي هو دي كده وهوب الثانيه وراها كده مثلا، يعني يبقى في افكت شكله حلو بالشكل ده كده، فدي اد مع دي، تمام؟ لو احنا رحنا هنا كده، لو خدنا بالنا الفرق بين هنا وهنا تاني بيضه قوي، وهنا الدنيا هاديه. طب ليه كده؟ لان اللي حصل، انا خلي دي اد كمان، شفتوا هنا بلون اوت ضاعت تقريبا، تمام؟ دبل كليك شايفين فرق هنا، في تفاصيل باينه والدنيا تمام، اما هنا ضاعت. ضاعت ليه؟ لان اللي حصل ان هو خد الاد ده، تمام، وضافه فوق الاد ده، فكده راحت. طب فيما معناه ان انا عايز الكومب دي محتفظه بالنورمال، لكن في نفس الوقت تقرا الترانسفير مود اللي هنا، تمام؟ عشان ده يحصل هضغط F4، وفي هنا زرار، الزرار ده اسمه كولابس ترانسفورميشنز. كولابس ترانسفورميشنز ده بيفيد في ايه؟ بيفيد ان انا لو عندي مجموعه ليارات عملت لها ترانسفير مود معين، اد ملتبلاي وات ايفر هو ايه، وعملت لهم بري كومبوز، بس انا عايز الترانسفير مود ده يتنقل هنا، فبقوم عامل ده بالشكل ده كده. الموضوع ده مفيد جدا في حاله لو كانت الكومب دي كمان فيها حركه كاميرا، خلاص، وانا عايز حركه الكاميرا تبان هنا برضو، فلو ما ضغطتش دي هتبقى الكومب دي كانها مجموعه ليارات فوق بعضها ومش هيقرا منها اي حاجه، فدي مفيده قوي. تاني حاجه مهمه، ان انا عاوز اطلع دي فوق دي كده، ان انا عايز اعمل دي سكرين مش اد، عشان تبقى الدنيا اخف بالشكل ده كده. انا عملتها بالمنظر ده. طيب جميل، لو رحنا هنا، ما تجيبش بقى دي هنا، يعني انت ممكن على فكره ان احنا كنا عملنا ايه، لو رحنا للتايم لاين هلاقي التايم لاين واقف عند الفريم اللي انا عايزه، اللي هو الفريم ده، فريم 23 ده. انا ممكن ببساطه اخد الاثنين دول بدل ما شقي نفسي، واحط الاثنين دول في اول الكومب عادي خالص، واجي هنا وازق الكومب دي، انا قلت عند فريم 23 واضغط البيجن براكت، هي بس الفكره ان انا بدل ما اقعد تايه بقى ان دي مترحله هنا والاقي الكومب عندي هنا من الاول، ف موال. نيجي بقى اللي انا عايز اعمله، انا هشيل اللي تحت دي وهشتغل على دي الاول. لو احنا جينا نبص، اولا انا عايز البريفيو، لو انا عملت زيرو لحاجه زي كده زي ما احنا شايفين، البريفيو هيكمل لغايه الاخر ويرجع يعمل لي البلاي باك. طب انا مش عايز ده، ده انا كل اللي انا عايز اعمله بريفيو يا دوب لغايه هنا كده. انا اضغط، طبعا لما تضغط شيفت بيعمل سناب لاخر اللاير، عايز اجيب الاند بوينت دي تبقى هنا، عشان اجيب دي هنا ممكن اضغط دي كده وشيفت واسحبها هنا كده، تمام؟ او لو ضغطنا حرف الان من اند، لو ضغطنا حرف الان، حرف الان هيجيب الاند بوينت مكان السي تي اي. طيب لو انا عايز اعمل بريفيو لحته هنا مثلا كده مثلا، اذا عايز اعمل بريفيو من اول الحته دي لحد الحته دي، في الحاله دي بضغط حرف البي من بيجن، اذا البي بيجيب لي البيجن بوينت مكان السي تي اي، اما الان بيجيب لي الاند بوينت مكان السي تي اي.
وده اللي انا اللي انا فعلا محتاجه بالمنظر ده كده. طيب هخلي دي كده. واحد يقول لي طب هو انت ليه ما خليتش حجم الكومب على قد دي بالظبط؟ هقول لك حالا. لو جينا نبص كده للحتة الصغيرة دي، انا عايز الحاجة تبقى اجريسيف عن كده، عايزة اسرع من كده، اقوى من كده، اتراكتيف، تطلع بسرعة اكبر وبعدين تهدى، فيما معناه ان انا عايز اعمل ري تايم، يعني عايز اعمل ري تايمينج، عايز مثلا تطلع بسرعة وبعدين تبدأ تبطأ. عشان اعمل ده هو مبدئيا في حاجة زي كده اللي هي رقم 8 او 12 دي، الموضوع ده هيبقى ليميتد قوي، لان احنا لما نكون عايزين نعمل حاجة بالتصوير البطيء او كأن حاجة بالتصوير البطيء بتبدأ سريعة جدا وبعد كده تبدأ تبطأ، او العكس بطيئة جدا وبعد كده تسرع، لازم يكون الفيديو الفريم ريت بتاعه عالي. يعني ايه؟ يعني ده لما اتعمل طلع بفريم ريت زي ما احنا شايفين 23 FPS. FPS اختصار فريم بير سكند، يعني الثانية فيها 23 فريم. دي هنبقى يعني احنا ليميتد قوي في الحتة دي، مش هنقدر نزود عن حتة معينة عشان بعد كده الفيديو هيبدأ يقطع. لكن عشان لو انت بتصور فيديو او لو انت بتعمل فيديو على 3D وانت عارف ان انت هتيجي هنا تشتغل عليه حركة زي دي، يبقى لازم تطلع الفيديو ده بفريم ريت عالي، او انت بتصور تخلي الكاميرا مثلا الفريم ريت بتاعها 60 FPS او 120 FPS عشان يبقى عندك ability انك انت تشتغل هنا ريتايمينج وانت مرتاح. كذلك لو انت شغال 3D سينما او ماكس او بتعمل حركة للكاميرا وانت عارف ان الكاميرا مثلا هتمشي بسرعة قوي وبعدين بعد كده تبطأ وبعدين تمشي بسرعة تاني، او مثلا عندي جسمي بيتكسر او حاجة بيحصل لها اكسبلوجن او اكسبلود او بتنفجر او بتتكسر او الكلام ده كله، فبتقع بسرعة جدا وبعد كده يبدأ التراب يبقى بالراحة او بالتصوير البطيء وبعد كده يبقى بسرعة تاني. فلازم تعمل حسابك تطلع الفيديو بفريم ريت يكون عالي. تمام؟ ده مبدئيا كده. في حاجة بس غريبة قدامي، انه انا شغال بالسالب، ودي غريبة. جت والله مش عارف جت منين، بس يعني ما علينا، هي مش تفرق اي حاجة في التايمينج، الدنيا كده عندنا تمام وزي الفل. حلو، نشوف هنعمل ريتايم ازاي. زي ما قلنا احنا ليميتد شوية في الحتة دي. عشان نعمل ريتايمينج في بلوجين اسمه تويكستر، انا مش هستخدمه، بس تويكستر على فكرة بيعالج الى حد ما مشكلة الفريم ريت الليميتد ده. طبعا هو ادفانسد قوي فانا مش هتكلم فيه، بس عشان نبقى عارفين بس ان ليها حاجة. هاجي هنا وهعمل رايت كليك تايم انيبل تايم ريماب، انيبل تايم ريماب. طيب بصوا كده، انا دي فكرتها ايه؟ فكرتها هو بيحط لي 2 كي فريم، واحد في الاول عند التايم 0 وواحد في الاخر عند التايم او الفريم 126. طيب ايه انا هعمل هنا ايه؟ بص يا سيدي، وليكن مثلا انت عايز الشكل ده يظهر هو هنا في الفريم 25، بس انا عايزه يبقى كده في فريم 10، يعني انا عايز اقدم الحركة 15 فريم لقدام. تمام؟ دول بدل ما هو بيطلع في فريم 25 لا يطلع لي في فريم 10. طب اجيبها ازاي دي؟ بسيطة، زي ما انت كده وتيجي هنا اهو كليك، حط بس كي فريم، حط كي فريم هنا، هو كده احتفظ بالحركة دي في الوقت ده. تعال بقى نروح لفريم 10 اللي انت كنت عايز تروح له ده كده، خد الكي فريم ده ودي لفريم 10. بص كده اللي هيحصل، تمام. انا جبت الاند بوينت غلط تاني، شايفين؟
بقت البدايه سريعه جدا. تمام، بس في نقطه عشان الحته البيضه قوي دي، تمام، احنا ممكن نخليها اوباسيتي بس مش لازم يعني. تمام، بس افتكر هي كده. تمام، خلاص، حلو قوي كده، والدنيا كويسه جدا. عملنا الريتايمنج كل ده هنا، وعمل يسمع هنا، الدنيا معايا تمام، شغال هنا مرتاح، لكن هي الناحيه الثانيه زي الفل. بعد ما ظبطنا دي ننقلها بنفس التايم كنترول دي. تمام، لو رحنا كده ممكن اضغط يو وازق التايم بتاع دي شويه بحيث اخرها عنها سنه. بصوا بقى، شفتوا تحس ان التانيه بتزك كده اهي، شايفين دي، لان زي ما قلت لكم احنا ليميتد قوي، احنا في الحته دي هنبقى ليميتد جدا. ماشي، فانا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن اسرع التانيه قوي، انا ممكن ازق ده كده قدام بحيث كمان يبقى اسرع من ده، وبكده شفتوا ما بنيتش الحته البيضه اللي في الاول. تمام، حاجه كده مثلا. ماشي، ممكن كمان خلي بالك ان هي من هنا لهنا سريعه ومن هنا لهنا بطيئه، فانا ممكن اروح كده وازق الكي فريم ده لقدام شويه بس يعني كده تخلص اسرع من اللي قبلك. جميل، ممكن كمان عشان نعمل فاريشن او ما يبقاش كله شبه بعضه نروح لدي نضغط ار ونروتيتها كده مثلا. جميل ورائع وظريف ولطيف، نضغط يو، احنا اخرنا هيبقى هنا تقريبا. جميل، خلصنا من دي، نروح هنا بقى. لو جينا نبص هنا هنلاقيها كده. عايز بقى اظبط هنا حالي، عايز احط جلو، هروح هنا. قبل ما احط جلو عايز الونها الاول. عشان نلون في 50 طريقه ان احنا نعمل كالورنج، في ان انا ممكن احط اسهلهم افكت هيو ساتوريشن، في حاجه تانية اللي هي سي سي تونر الافكت ده. خلاص ماشي، هو جميل جدا على فكره، جميل جدا جدا كمان. او كان القديم اللي هو ترايتون، في ديوتون، في بنتون، مش عارف البنتون ده بس ما شاء الله حاجه ظريفه يعني، في سوليد. تمام، خلينا في ترايتون هو بيحط كلر في الهايلايتس، في الميد تونز، في الشادوز، انا ما يخصنيش غير الميد تون ده. بس في نقطه بقى مهمه، زي ما انتم شايفين اول ما الافكت ده نزل لغى الترانسفير مود. في حل ان انا اعمل ايه؟ اخد الافكت ده واشتغل هنا كده كده هي هتسمع هنا. تمام، فدي حاجه ظريفه. كليك كات. طب انا بقى هنا هقعد احطه مره على دي ومره على دي؟ لا، كنترول الت واي عشان نحط ادجستمنت لاير واديت بيست. لو رجعنا هنا هنلاقي الدنيا بالشكل ده. اذا الافكت ده هيعمل لي مشكله، لان هو هينزل على البتاع ككل او كومب ككل. ف بالمنظر ده عندي حل من اتنين، هو مش حل من اتنين، انا عندي افكت عمل لي مشكله في حاجه زي كده. الحل بقى شيل ادجستمنت لاير، خد الاتنين دول حطهم تاني في كومب، دي هنسميها شوك ويف 01 عشان نبقى عارفين ان هي دي 01 ثيك ايديت بيست.
زي ما احنا شايفين لغى برضو ترانسفير مود. على فكره كان ممكن من الاول نحلها، بس انا بعمل كنترول زد، كنا عايزين نوصل للاخر، لكن للاسف شكلنا هنعمل بيست هنا، وهضغط F4 واخلي دي سكرين، F4 تاني مش عايز كده، ملوش لازمه ده، لان انا كده كده عملت دي بسكرين، عملتها بقيت تمام. هو هنا لازم يفضلوا كده، يعني انا هعمل دي اد كمان هنا لازم يفضلوا كده، لان لو ما فضلوش كده هتلاقي الاولانيه مش باينه من فوق الثانيه. فعموما هي بقت بالشكل ده كده. لو جينا نبص هنلاقيها بالمنظر ده. حلو قوي، جميل. فاضل بقى ان احنا هنا عاوز اديها color tone، يكون حاجة زي كده مثلا. وده حل. ممكن الحل التاني لو رحنا بهيو saturation، اقفل ده، نيجي لده هيو saturation، ببساطة تقوم قايل له colorize، وهنا تشتغل في الهيو كالرايز، هترفع كده لغاية ما تاخد التون اللي انت عايزه، بس خلي الساتوريشن دي على 100، وهنا تعالي الدرجة اللي انت عايزها، وممكن تخف الساتوريشن شوية. خلي بالنا ان احنا على 16 بت. بعد كده هنروح هنا نحط جلو، تمام. الجلو بقى في كام حاجه مهمين قوي. اولا عندي حاجه بنسميها الجلو ثريشولد، كل ما ده بيقل كل ما الجلو بيبقى على المناطق الفاتحه اكتر، كل ما ده بيزيد كل ما انا بخلي الجلو بيروح على المناطق الاغمق، الافتح فالاغمق. الراديوس اهو ده بيخلي الجلو بدل ما هو قريب قوي من السورس لا بيبقى بعيد عن السورس، ودي ممكن نخليها كده تمام. طبعا انا لسه ما زلت اقدر ان انا اشتغل هنا في الكالرايزيشن، عندي هنا برضو ما ننساش ان في كيرفس، وعندي في التايتل موفر كيرف، لا كده كده هناخد دي هنحط عليها كيرفس تاني. المهم عندي بعد كده هنا الجلو اوبريشن معمول اد، يعني افتكر ان السكرين بتبقى اهدى شويه وبتخلي الدنيا مش لاسعه قوي. ده كده الجلو الاولاني خلاص، وممكن انت تزود راديوس الجلو الاولاني ده بحيث يدي يدي جلو عريض شوية، وده نزوده سنة كده. بعد كده كنترول دي هنعمل منه دوبليكيت، ده هناخد الراديوس بتاعه يبقى أقل، والثريشولد بتاعه يبقى أقل سنة. بالمنظر ده كده. بعد كده نقفل نقفل نقفل. بعد كده هنروح ل كيرفز ونسحب كونتراست كده. نعمل دي كده. طبعا اللي فتح الدنيا كده على فكره دول المجموعه دي، يعني احنا قفلنا دول كلهم هنلاقيها اغماءت شويه.
تمام. فهنحط في الاخر خالص كيرفز تاني غير ده، او ممكن نسحب ده كده. طبعا خلي بالنا البروجكت اللي انا عرضته على الفيس كان على 32 بت. تمام جميل. نيجي بعد كده للشوك ويف دي، فين الكومب بتاعتها؟ هروح لسينز اهي اللي هي دي، هعمل كنترول دي دبل كليك، وكل بس اللي انا هعمله ان انا هاخد الفيديوهين التانيين او الفيديو التاني اللي هي بتاعت رقم 12، هاخد دي اقف بس في اول السين، هاخد الت واسحب رقم 12، واخد الت واسحب برضو رقم 12، هلاقيها بالشكل ده. هرجع للسين بتاعتي، كنترول زي ما قلنا، كنترول دي واخد ثيك 2 الت واسحب فوقها كده عشان الاقيها بالشكل ده. بس دي بقى اللي هي رقم 12 دي هعمل اس واكبرها بحيث تاخد الديزاين ككل. في حاجة F4 واضح ان لازم اعملها اد، ودول كمان لازم اعملهم اد تمام عشان تدي افتكر كيرفز ده ملوش لازمه، لان احنا عملنا كيرفز تاني في الاخر خالص هو اللي هيعمل القصه دي برضو ده، بس تمام. طبعا بصوا كده الديجريديشن اللي بيحصل في الكواليتي ده ليه. لو انت جيت ضغطت هنا على فاست بريفيوز وقلت له اوف كده، انت وانت ماشي هو هيشتغل بالفول كواليتي. لو جهازك يعني ضعيف شويه ممكن تخلي دي مش شغاله زي ما هي. في نقطه مهمه قوي قوي قوي، ان انا ممكن اروح في الساتوريشن دي واغمق الكلر ده. تمام لو انت شايف ان هو كبير قوي او فاتح، ممكن يغمق سنه. ده 21 وافتكر ده ممكن كمان يبقى 21 تاني. ايه اللي مش حلو؟ اللي مش حلو ان الكاميرا بتتحرك. بصوا بقى كده لا مفر ان احنا هنعمل الاتنين دول زي ما احنا، ولا هنعمل اي حاجه، كل اللي هنعمله هنضغط F4 وهنخلي دول 3D. بس زي ما قلنا نيجي على الحته العدله ونخلي دي ودي هنخليهم 3D بالشكل ده. انا محتاج حاجات كتير بقى تاني، محتاج ان انا اطلع للتوب، محتاج ان انا ارجع دول عند الوول بحيث يبقوا فوق الوول، واس ومحتاج ان انا اكبرهم ريليتيف كده و كده.
جميل. في حاجة لون الجلو انا ممكن اغيره ازاي؟ لو احنا خدنا الجلو الاولاني وبدل ما اقول له اوريجينال كولر، اوريجينال كولر معناه انه بياخد الكولر بتاع السوليد او الفيديو ويعمل منه جلو. بس انا عايز بدل اوريجينال اقول له اي اند بي. في اي اند بي اقدر اقول له هنا كولر اي وكولر بي. لو جيت اقول له كولر اي هيبقى الكولر الفاتح، فانا عايز اديله اورنجش كولر، وده الاغمق سنه فانا عايز اديله ريدش كولر. اما التاني فانا هسيبه على اوريجينال. اشمعنى؟ لان كده كده الاوريجينال بقى ده، تمام. هاخد الكولر ده، ما علينا. بتاع التاني نقفل جلو 2 وهقول له بدل اوريجينال اي اند بي، وهروح هنا واديه اورنجش تون، واللي تحت اديله ريدش. شكلي غير ده كمان. اي ام بي ناخد ده. طب هو انا بدي لون غامق كده ليه سنه؟ لان كده كده انا عامل ترانسفير مود باد، فمش عايز ادي لون فاتح قوي علشان الدنيا ما تتحرقش. هاجي هنا برضو اي ان بي، واروح لده واقوم مديله حاجه كده، شفتوا الفرق؟ واروح هنا واقوم فرق جامد بين الاثنين. اروح للفول كواليتي، تمام. في الاخر خالص بقى نعمل ايه؟ الفينش. هروح فوق خالص كنترول الت واي، وهحط جلو على طول كلها، على اللير كلها، على اللير كلها، وروح للثريشولد زوده قوي كده، وروح للريديوس كبره قوي، وروح لده زوده. افتكر ان دي تتحط تحت كيرفز احسن، والبلند مود بتاعها هيبقى سكرين مش اد. بصوا الفرق بين كده كده، تمام. فرق جامد. ممكن نخلي دي انتنسيتي ب 0.5، وكالعاده اوريجينال كولر هقول له اي ان بي، وهندي لده اورنجش كولر، وندي لده ريدش كولر، وارجع دي بوان تاني، وكده اديت الفاينل للبروجكت بتاعي. اتمنى يكون البروجكت عجبكم، يكون فيه فايده ليكم، وتكون المعلومات فعلا افادتكم بحاجه. ان شاء الله من بعد البروجكت ده، يعني اللي هنتكلم عليه، هنبدأ نتكلم في الوركشوبس بتاعتنا، علشان فعلا نبدأ مشاريع متكاملة بقى بين سينما 4D وبين افتر افكتس. زي ما قلت، اللي حابب يتابع معانا التراك من الاول موجود على الموقع بتاعنا gfxray.net. هتلاقي في التدريبات المجانية، هتلاقي في الموشن جرافيكس، هتلاقي الجزء بتاع سينما 4D، وهتلاقي الجزء المكمل له اللي هو بتاع الافتر افكتس. وهنبدأ إن شاء الله من الأسبوع ده أول ورك شوب فعلية هتجمع بين البرنامجين في حاجة واحدة. أتمنى أشوف منكم شغل، وأتمنى أشوف منكم إنتاج، وأسيبكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم.